أرسل الله إليهم نوحا عبدا لمن أرسله نصوحا، فعاش 1050 سنة يدعو إلى الله وتمضي الأزمنة، يدعوه مصرا ويدعو جهرا، فلم يزدهم ذاك إلا كفرا، وانهمكوا في الكفر والطغيان، وأظهروا عبادة الأوثان، حتى إذا استيأس أن يطاع وحجبوا من دونه الأسماع، دعا عليهم دعوة البواري من بعد ما أبلغ في الإنذار، واتخذ الفلك بأمر ربه حتى نجا بنفسه وحزبه، وأقبل الطوفان ماء طاغيا فلم يدع في الأرض خلقا باقيا غير الذين اعتصموا في الفلك فسلموا من غمرات الهلك. وكان هذا كله في آبي قبل انتصاف الشهر في الحساب، فعزموا عند اقتراب المعمعة أن يركبوا الفلك وأن ينجوا معه. وكان من أولاد نوح واحد مخالف لأمره معاند، فباد في من باد من عباده وسلم الباقون من أولاده، سام وحام والصغير الثالث وهو في التوراة يدعى يافث، فأكثر البيضان نسل سام وأكثر السودان نسل حام، ويافث في نسله عجائب يأجوج والأتراك والصقالب. ومن بني سام بن نوح إرم والفخشج ولاوذ وغيلم، فكثرت من بعد نوح عاد وشاع منها العيث والفساد. وعاد من أولاد عوس بن إرم، ومن بني عوس جديس وطسس، فأرسل الله إليهم هودا فجرد الحق لهم تجريدا، فعاندوه شر ما عناد وانهمكوا في الكفر والإلحاد، فقال يا ربي أعز القطر عنهم، فعداهم 10 سنين وأرسل الريح عليهم عاصفا، فلم تدع من آل عاد طائفا، وكان وفد منهم 70 كادوا إلى مكة يزلقونا، فابتهلوا ورفعوا أيديهم، وكان لقمان بن عاد منهم، فسأل البقاء والتعمير فعاش حتى أهلك من صورة، ووافقت دعوته إجابة إذ لم يكن بمرتد أصحابه، وأثمرت ثمود بعد عاد فسكنت حجر وبطن الواد، فأرسل الله إليهم صالحا فتى حديث السن منه راجح، فلم يزل يدعوهم حتى اكتهل، ولم يجبه منه إلا الأقل، وحضروه صخرة ملساء وقالوا أخلص عندها الدعاء، فهل لمن تعبده من طاقة أن تتشجع ولدا عن ناقة، فانفلقت حتى بدا زجيلها عن ناقة يتبعها فصيلها، فعقروا الناقة للشقاء، فعاجل عاجلت صيحة صيحة الفلاح، فتلك حجر من ثمود خالية، فهل ترى في الأرض منه باقية، فتلك حجر من ثمود خالية فهل ترى
في الأرض من في الأرض من باقيا باقيا باقيا. الورجوزة المحضرة في التاريخ، شعر علي بن الجهل، أداء سعيد إدريس.